أستاذ في تقديم الأدوار الصعبة، برع في تقديم أدوار الشر والطيبة في نفس الوقت. استطاع أن يصبح رقم مكرر ولكنه مهم في الوقت نفسه. كلامه قليل ورغم أنه صاحب موقف، إلا أن الحسابات لها دور كبير في فرملة ردوده. هل سيصرح عن الكلام الناقص الليلة؟ ده اللي حنعرفه من الفنان القدير سامي مغاوري. مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا فيك، نورتنا في نص الكلام. أهلا بيكي. مستعد؟ يا رب. إن شاء الله. إن شاء الله هنرحب فيك على طريقتنا الخاصة. تفضل. يلا بينا. السلام عليكم يا أخ العرب. وعليكم السلام يا شيخ العرب. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اسمك كريم إيه؟ عبد الحفيظ مطاوع ويس، موظف إدارة الكهرباء. أهلا. تسقيفة للبطل عبد الحفيظ عويس. إني قادم. نكتب اليوم عن التاريخ. أول ما نبدأ نقول نصلي على طه الرسول. أنت هتعملي لي فيها قبلة ولا إيه؟ ما تنزلي طولك وتخرجي تدوري لك على شغلانة بدل قعدتك دي. حاضر يا بابا، أنا هنزل أشوف شغلانة. طب ما بدل ما أنتوا تعبين نفسكم كده وعاملين إن أنتوا جبتوا التايهة، كنتوا كلمتوا المستشفى كانت صرفت لها معاش ولا شافت لها شغلانة وهي قاعدة. الأرض اللي بيتكلم عنها الزميل لا تتعدى 50% من مساحة المدرسة. أيوه، إيه علاقة الكلام ده بإن الأرض بتاعتهم ولا لأ؟ أنا حبيت أوضح بس. النهاردة إنك بضيافتنا. أشكرك. يعني بين تصوير وتصوير كان لينا بقى الحظ إنك تكون معانا. الحمد لله. الحمد لله بتشتغل كويس من دون صيبة عين. هندق لك على الخشب بقى. يعني من آخر 10 سنين تضاعفت مشاركاتك. السبب بيعود لإيه؟ غير بيومي فؤاد. لا. ربنا يديله الصحة. يديله الصحة. صح. حبيبي وصديقي و تتنافسوا بقى دلوقتي مين بيشتغل اكتر؟ لا لا، انا مش بنافسه، انا ما اقدرش انافس بيومي فؤاد، ده حاجه كبيره جدا. بيومي ده وقيمه وسوبر ستار هو. لا، انما يمكن العشر سنين الاخرانيين في نجوم كتير في عمري او في المرحله العمريه بتاعتي اختفوا. كراحل حسن حسني مثلا. يعني فالمساحه وسعت شوية لممثلين زي انهم يبقوا بدائل يعني. بس مش من السهل برضو يقدروا يعبوا فراغ الادوار الكوميدية وادوار اللي فيها شر، يعني ما بين الطيبة وما بين الشر، يعني لقوا شخصية زي حضرتك قادرة تلعب وتغطي المكانين دول. ما انا بذاكر بقى وبجتهد يعني عشان ابقى زيهم، يعني الناس اللي رحلت او غابت عننا او تراجعت من الساحة، دول كانوا قمم كبيرة فنية كبيرة جدا. فأنا عشان أبقى مكانهم أو أخد أدوار كانوا بيعملوها لازم أذاكر واجتهد واشتغل وأقرأ وحافظ على حب الناس علشان أبقى قدهم يعني على الأقل يعني. لا، ودي تبقى برضو بالفطرة صح يعني قد ما الفنان يذاكر ويجتهد برضو في حاجات لازم تكون ملكة الموضوع. يعني الفترة دي أنا ما أقولهاش، الفترة دي يقولها الجمهور أو تقوليها حضرتك أو الموهبة برضو اللي يقولها الناس. أنا ما أقولهاش، لأن أنا لو قلتها هيعتبر يعني نوع من هبقى محلك سر، هقف مكاني مش هتقدم. دي بتوقفك. لازم أشتغل، لازم أجتهد، لازم أذاكر، لازم أقرأ، لازم أتثقف، لازم علاقاتي بالناس توسع، لازم قوة ملاحظتي باللي حواليا تزيد، قوة وعي ترتفع. طب تفتكر لو الفطرة مش موجودة عند الفنان هل يكتفي بالدرس والاجتهاد والمتابعة ممكن ينجح؟ ممكن طبعا. زي مين على سبيل المثال؟ لا يعني ما افتكرش دلوقتي، بس هي في المجمل يعني في اديني مثال عشان تتوضح للصورة. مثال لإيه؟ زي مين ممكن يكون نجح بس من خلال دراساته واجتهاده الخاص؟ أي ممثل. أي ممثل ممكن يكون اجتهد ومشتهر دلوقتي، ممكن يكون اجتهد وذاكر ودرس وكده.
مش حد بعينه يعني، مش ممكن يكون حد بعينه يعني. لا أنا بقصد بعيداً عن موضوع الفطرة والموهبة. يعني في أشخاص ممكن يعني زي اللي بيشتغل في الإعلام، مش من الضروري يكون خريج كلية إعلام، ممكن يكون كاتب صحفي سياسي ويبرع في العمل ده. بقصد في الفن، في موضوع التمثيل، يعني لو الموهبة ما كانتش موجودة كما يجب، هل الدراسة ممكن تكون كافية في الحتة دي؟ ما هو أي حد ممكن يعتبر نفسه إن هو موهوب، أي ممثل هيعتبر نفسه موهوب. كده بينه وبين نفسه يعني. موهوب يعني. انا بيتبعت لي رسائل على الفيس مثلا، انا ممثل كويس قوي، انا موهوب، وانا البيت عندي بيقولوا عليا، وانا الشارع بيقول عندي، والماما، وانا المدرسه وماما وحاجه. طبعا اول معجب بتبقى الام او الاب يعني. فبنصحه بالمذاكره والاجتهاد وانه يمشي في السكه المظبوط يعني. فاي ممثل لو ما ذاكرش حتى لو كان موهوب على فكرة. انت بتتواصل مع الناس اللي بتبعت لك على الفيسبوك على يعني؟ مش كلهم. لان ايه بقى، في سؤال مكرر اللي هو كيف امثل، والنبي خد ايدي، والنبي وصلني، والنبي عرفني، اديني فرصة. فاقول له انا ما اديش، ما فيش حد بيدي حد فرصة. انت اعمل 1 2 3 4. بقول له الخطوات يعني. مثلا واحد سألني هذا السؤال فقلت له تخش معهد فنون مسرحية، ما دخلتش معهد فنون مسرحية، عندك في كليات متخصصة، ما لقيتش تخش مركز الإبداع، ما لقيتش تخش ورشة النقابة، ما لقيتش مش عارف إيه. قال لي طب كويس قوي، هو معهد فنون مسرحية فين؟ قلت له أنت بتسألني وهو تمثيل وما أنتش عارف لا فين معهد فنون مسرحية ولا فين مركز الإبداع، وتقول لي أنا موهوب وممثل؟ قلت له ايه؟ اقفل الحساب احسن. اقفل الحساب احسن. عشان كده قلت انه جيل اليوم ما بيحبش يسمع النصيحة عكس جيلكم، يعني جيل حضرتك والاشخاص اللي اشتغلوا بالفعل من كل قلبهم في هذا المجال كانوا يستمعوا الى النصيحة. أيوه. جيل اليوم مش عاوز يسمع، مش عاوز يسمع نصيحة. ايوه. ليه؟ تفتكر ليه؟ علشان هو لقى الميديا بتطرح حاجات وبتقدم ناس وفجأة بيتاخدوا من على اليوتيوب او كمشاهير يعني. بيتاخدوا بنجوم وممثلين وبياخدوا ادوار وهو ما بياخدش، هو ممكن يكون دارس. فلما اقعد انصحه اقول له ادرس وذاكر واعمل، هيقول لي يا عم بقى ما هم ده، انا لما اعمل لي حتتين على التيك توك هتشهر، ده انا لما اعمل مش عارف ايه هتشهر. فهم غصب عنهم، احنا كنا بنسمع عشان ما كانش عندنا البديل إلا إننا نسمع النصيحة بتاعت الناس اللي سمعتنا. أنت سمعت نصيحة مين؟ أنا أول ما اشتغلت كان حظي، أول ما اشتغلت فيديو يعني، إن كان أبويا في المسلسل كان محمود الميليجا الله يرحمه. وكان معايا مجموعة كبيرة من الفنانين زي عزت العلايلي، صلاح السعداني، حمدي أحمد، الست أمينة رزق، السيدة فردوس عبد الحميد. كل دول كانوا معايا أو مسلسل، أنا كنت معهم يعني. فلازم أسمعهم. أنا كنت أقعد أتابعهم أتأملهم، ما أتكلمش كتير، أقعد أسمع هما بيقولوا إيه، حتى في هزارهم مع بعض برغم هذه الأستاذية الكبيرة بتاعتهم، إنما كانوا ما هزاروا مع بعض كان في حدود للهزار. كان في تقدير، في ذكاء، في ذكاء اجتماعي. صح. فأنا كنت أقعد أسمعهم وأشوفهم بيهزروا إزاي، بيكلموا مع بعض إزاي، أسمع خبراتهم وذكرياتهم. فكنت بختزن اكتر ما اتكلم. هتكلم هقول ايه يعني، انا لسه جديد وما عنديش خبره، هتكلم اقول ايه، ممكن احكي موقف، ممكن اقول واقعه لطيفه، انما السمع افضل من الكلام اللي ملوش مبرر يعني. صح، عشان كده ربنا خلق لنا اتنين ودان. ودنين. والسمع مقدم على ولسان واحد. ولسان واحد. فتخيلي انت قاعده في مكان فيه محمود المليجي، عملاق الشاشة، شرير الشاشة الأول، كان رجل طيب جدا. كان بيهزر؟ كان بيهزر. صاحب نكتة سريع؟ لا، ما كانش صاحب نكتة ولا سريع البديهة، بس كان يهزر. وكنت باخد خبرته أكتر يعني، كان دايما يكلمني في المواضيع اللي فيها خبرة يعني، كان دايما ينكشني علشان أكلمه وينصحني، فلازم أسمع. طيب من جيل اليوم اللي انت برضو بتشتغل معاه بيسألوك عن نصايح، أو أنت بيطلع في نفسك أو عبالك تقول نصيحة لحد من الشباب اللي بيشتغلوا معاك من جيل اليوم؟ من جيل اليوم لو لقيت حد عنده استعداد. هي دي كلمة استعداد. بقول ليه؟ أنا ممكن أقول لحد نصيحة مثلا،
هو مش هيستوعبها او هو مش هي يتقبلها، مش هقتنع بيها. اصل خدي بالك، مش لازم انا عشان اكبر في السن او اكبر في الخبره فنصايحي كلها تبقى مفيده. انا ممكن اكون بنصح من خلال وجهه نظري انا او وجهه نظر جيلي او عمري. صح. ما تمشيش معاه هو. هو اقدر على قراءه الواقع بتاعه زمنه. فهماني؟ فانا ما بزعلش اما حد اقول له نصيحه ما ياخدش بيها. مثلا هقول لك على حكايه ممثل، بس مش فاكر مين الممثل ده، مش عاوز تفتكر شكله، مش احنا ايه في نص الكلام. ما هو في النص الثاني. فجينا ايه، كان مشهد خناقه بينه هو المفروض عريس وخناقه بينه والممثل الثاني، فمسك الممثل الثاني بعنف شديد جدا، فحصل ستوب يعني. فقلت له ازاي يمسك الممثل من الجاكيت، قلت له انت لو شدته قوي هتقطع الحاجات دي، دي بيسموها البتلات، الترزية يسموها البتلات، كانت زمان مفصولة مش زي دلوقتي حتة واحدة. قلت له ما تشدوش قوي، ابتديت اعلمه القوة واللا قوة في التمثيل. فقال لي ما انا عارف. فسكت خلاص. جون في المشهد راح شده بعرفة قطعها له. عدنا كتير بقى، عدنا 3 ساعات. وانت عملت ايه في لحظتها؟ خلاص بصيت له؟ بصيت له كده خلاص ومعلقش، لان انا مدار. انا كمان ابتدى الانتاج يدور على ترزي يعمل يحل المشكلة دي، لانها بتراكور، او ينزل يجيب بدلة تانية نفس اللون. ده في مسلسل احسن لا ده كان في لا 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 احسن اب كانوا لطاف كلهم، علي ربيع وجيهان خليل، كلهم كل الناس اللي مثلت معايا كانوا لطاف يعني. لا ده فيلم قديم، فيلم حوالي 4-5 سنين. فده مثال ان في ناس ما بتسمعش كلام. انا بقرا الممثل اللي قدامي، بشوف عنده استعداد يسمع او ما يسمعش. لو هيسمع هنصحه. طب الحادثه دي خلتك تفرمل شوي نصائحك لو لقيت انه في فرصه؟ لا، ما انا ما بقولش عمال على بطال، ما بنصحش عمال على بطال. ممكن بقى انصح فيه في الاداء. يعني اجي مثلا لو جملة كعبلت في بق زميل أو زميلة فاظبطها له، أقول له اقطع بعد كذا، بعد كلمة وقف وكمل، ما تقولهاش على بعضها، أو قولها كلها على بعضها عشان المعنى. طب في نصيحة هيك علقة في زورك عاوز تقولها لحد ولغاية دلوقتي مش قادر تقولها؟ لا، ما بستناش، ما بستناش على نفسي. لا لا، ما بستناش على نفسي يعني تفضل علقة في زوري مدة طويلة. لا لا، لازم تتقول يعني، لازم تقول. هقولها له، هقولها له بيني وبينه. طب أنا اللي هقول لك مثلا أسماء وتقولي لو عاوز تدي نصيحة تكون إيه؟ محمد رمضان. أقول له اهدى شوية، اهدى شوية. أنت عندك مكونات الممثل كويس، عندك مفردات الممثل كويس، شغال على جسمك كويس وبتأدي وعندك شعبية وجماهيرية طاغية. اهدى على نفسك شوية. يعني الوصول، أنت وصلت، أنت وصلت إلى قمة من القمة، فاهدى على نفسك شوية. لكن أنت ممثل جيد جدا جدا. محمد عادل إمام. هقول له نفسي أشتغل معاك، أنا ما اشتغلتش معاه خالص، نفسي أشتغل معاه. محمد، لا نصيحة عشان التاريخ، لا اشتغلت معاه في مسلسل كان اسمه دلع البنات. طيب لا، عاد محمد كويس. نصيحة فهم. في نصيحة معينة اقول له جرب نفسك في الادوار التراجيدي شوية. انت هو بيعمل الاثنين، لا ركز شوية في الادوار التراجيدي شوية اللي فيها انسانية. ليه برأيك؟ هو الكفة التانية يعني هو ممثل كويس. يعني هو جواه ممثل كويس. يعني احنا شفناه دمه خفيف جدا. وطبعا ابن الوزع هو لكن حاجة. هو جواه جانب مش مركز عليه. يظهروا اكتر. طيب ياسمين صبري نصيحتك ليها ايه؟ يا ريت تمثل. اوف.
على اليوتيوب والمنصات الاجتماعية، احنا محتاجين نشوفها. ريهام حجاج. ريهام حجاج هقولها انت ممثلة كويسة ولسه عندك كتير، بس بلاش التفاصيل الشخصية تبقى في الشغل. اوف يعني ايه؟ لا هي لو سمعتنا هتفهمني. يعني انت ممثلة كويسة جدا، واعدة وقادمة وطالعة، في تفاصيل صغيرة ممكن تأثر على صعودك. الصراعات الشخصية بتقصد فيها؟ أنا ما قلت الصراعات. أصل الصراع ده يعني لازم تبقى قوة متكافئة وكده. لا ما يعني مش قدرة القوي على الضعيف. مش بالمعنى ده. لا ده ما اعرفش، انت ممكن تكوني فاهمه حاجه انا مش فاهمها. لا فاهمين تنتنا نفس الحاجه. في تفاصيل صغيره وبتبقى مشاكل في الشغل لازم نتجاوزها. لان النجاح بيعم بيسعد الجميع. يعني احنا اشتغلنا مثلا في تاريخ حياتي عشرات الاعمال، كان فيها مشاكل كبيره جدا وصراعات كبيره جدا، كانت على المسرح او كانت في السينما او الفيديو. ليلة العرض أو قبل رفع الستار بدقائق كل الناس بتمسك إيدين بعضها. كل الناس إيديها بتبقى متلجة. فريق عمل كامل متكامل. شوفي بقى بقول لحضرتك إيه، الناس كلها بتبقى إيديها متلجة من الخوف ومن ساعة فتح هذا الستار. هذه الإيد الساعة أو البردانة هو شعور واحد لدى الجميع. وبعدين كلنا بنقرأ الفاتحة لنجاح هذا العمل. صح. مفيش حد بيقرا الفاتحه منقوصه ولا حد بيقرا زق. كلنا بنقرا الفاتحه للعمل ودعاء للعمل. كل ما هو العمل يعني ايه؟ يعني انا وانت وهو كل الفريق. كلنا. صح صح. كلنا لما بنبقى كويسين العمل بيبقى كويس جدا. وبننسى بقى ساعه رفع الستاره او ساعه العرض اليوم الاولاني ايه اللي حصل وايه المشكله دي وايه، كل ده بيتنسى امام نجاح العمل. فعشان كده انا ما بتجرش اثناء شغلي دايما لتفاصيل صغيره او لصراعات صغيره. احمد الفيشاوي. احمد الفيشاوي ده انا هقول ان في شهاده مجروحه لان انا بحب احمد جدا. احمد الفيشاوي اتولد على ايدينا وتربى على ايدينا وابننا، وانا بحبه جدا جدا كممثل. نصيحه في المجال. يخف التاتو شويه. لا دراياته دي بس. هي يمكن تكون موضة الولاد الجداد بيعملوا كده، بس أنا بقى ما بتحبش موضوع ابنك إذا قالك أنا عاوز أعمل تاتو تقول له إيه؟ لا هتخانق معاه، وهو مش هيعمله طبعا. خلاص عارف رأيك في الموضوع. لا كريم مش هيعمل ده. من أكيد المجموعة هتكون بعد أكتر وأكتر من كده، بس في فنان أنت في بالك بتقول حان الوقت أقول له خد بالك اللي أنت بتعمله ده غلط مش كويس اشتغل. دي نصيحة مني ليك. انا انصح فنان يعني اقول له كده؟ حد تختار مين؟ لا ما عنديش حد. انا ما بحبش اخش كمان في قوي جوه الحياه الشخصيه ما ضروري تكون شخصيه. طب خليني اسالك، انا بقالي كم يوم بقرا على بالنسبه لموضوع الجونه ومهرجان الجونه، دي لبست دي قلعت دي ما لبستش، الصحافة بتكتب طالعين ناس، كل المواضيع بتصب في نفس الخانة. عندك موقف من اللي بنسمعه وبنقرأ في موضوع الجونة؟ انت مع الفنانة تلبس اللي هي عاوزة تلبسه وتعمل اللي عاوزين يعملوه ولا لا؟ لا. ليه؟ لا طبعا. ليه؟ إيه انت بتعبري عن مجتمع، انت فنانة. بس ده مهرجان عالمي الجونة بيقبر.
بنستكمل حلقتنا لهذه الليلة من نص الكلام، ابتدت حامية شوية، هنكمل بقى بالنص الثاني من الكلام، ربنا يستر. طيب قولي، قلت إنه هناك محظورات للرقابة هي سبب في تأخر السينما، ده من أحدى المقالات لإلك واللقاءات اللي قرأناها لإلك، أهو موجود معانا. محظورات الرقابة وراء تأخر السينما، إيه المحظورات اللي بتقصدها دي؟ يعني أنا أقصد حصر الموضوعات السينمائية في موضوعات معينة، يعني السينما لازم تاخد نفسها شوية. يعني أنا ما أقصدش المحظورات في الشكل، يعني طبعا في الطرح، في الموضوع، الموضوع نفسه، يعني لازم يبقى فيه حرية أكثر في الموضوعات اللي احنا بنتناولها، يعني ما عايزين نحس شوية بالمواطن المصري بمشاكله. كان في فترة كده كان حصل فجاجة شوية على الأكشن في الطرح، موضوعات المواطن المصري والحارة المصرية والحاجات دي كلها. ده كتير، ده خدت وقت برضو. خدت وقت طويل. ده عمل رد فعل عكس عند المشاهد المصري، انه رفض. فإحنا بقى عندنا خلط بين ان انا اقدم محتوى يمس المواطن المصري، وبين ان انا اقدم محتوى يسيء لشكل المواطن المصري. يعني المواطن المصري او الحارة المصرية مش كلها قتل وبلطجة وعري وضرب زي اللي حصل مع أزمة فيلم ريش وغيره من التفاصيل. أنا ما أعرفش حاجة خالص عن فيلم ريش، إنما أنا السينما محتاجة شوية بحبحة في فرية الإبداعية. يمكن أنا قلت الكلام ده من كذا سنة، لكن بقولها تانية. في المحتوى نفسه الموضوعات لازم تمس المواطن بقى شوية. بس بيقولوا لك ده السينما مرآة المجتمع، يعني بتعكس صورة على اللي بيحصل. ما هو المجتمع مش كله كومباوندات، والمجتمع مش كله حاره وناس ببلطجه وناس شايله سيوف، والمجتمع مش كله تكاتك، فاهماني ازاي؟ ما هو ده المجتمع. يعني انا لازم ابقى بغطي الناس دي كلها، همومها، هو المواطن اللي عايش في كومباوند ده مش عنده همومه ومشاكله وحاجات كده، المواطن اللي عايش في الحاره مش عنده همومه ومشاكله، رغيف العيش ده مش مشكله. الحياه اليوميه للمواطن المصري محتاجه، يعني الطرح ده مقبول والطرح الآخر مقبول، بس أنت بتقصد يكون في تنوع في المواضيع. مش عايز فجاجة بقى في طرح الموضوع. قلت أنه تجاهل المهرجانات الحكومية مؤلم بالنسبة لك، صح؟ ليه؟ أنا بشوف مين اللي مدعو في المهرجانات دي، وخصوصا المهرجانات الحكومية، لأن أنا امتى كان اخر واحد؟ مثلا انا اشتغلت للدولة رسمي من سنة 82 لحد 2011 تمام، كممثل لمسرح الدولة. اوكي. ومن قبل كده في السنين الاولى من السبعينيات، من منتصف السبعينيات لحد 82 بشتغل برضو لمسرح الدولة، ومن خلال مسرح الدولة رحت قرى ونجوع ومصايف والجبهة، لفيت وقدمت عروض مسرحية. أما أجي أتفرج بقى على واشتغلت السينما بقى بعد كده، واشتغلت فيديو، يعني مجموعة كبيرة. أما أجي أفاجأ مثلا بمهرجان تلفزيوني أو مهرجان سينمائي، ما خطرش على بال حد فيهم إنهم مثلا يوجهوا لنا يتصلوا بيك أو يقولوا لك تفضل شرف معنا. طب أنت مش عايزني، طب يبقى أكيد في بديل كبير، يبقى في حد جاي مهم. فأفاجأ مثلا اللي جاي ده مش إمتى الكلام ده حصل؟ ده كتير بتحصل مثلا في مهرجان الأقصر، بجيب لك في الآخر مهرجان اسكندرية، ولا مرة قالوا لك تعال؟ لا 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 لا. طب ليه؟ طب يعني أنا مقصودة؟ أبص مثلا للناس اللي رايحة، ممكن تكون غير مقصودة يعني، بلتمس لهم العذر، بس أنا أظن إنها مقصودة. أبص للأسماء المدعوة، مين دول؟ طب مين دول يعني؟ مين اللي بيتكرم؟ أنتوا بتكرموا مين يعني؟ إيه تاريخهم؟ يعني ايه تاريخهم؟ عملوا ايه؟ عملوا ايه للمشاهد المصري؟ المشاهد العربي؟ عملوا ايه؟ يعني ما احنا بنسافر وبننزل، من اول ما بننزل من طرف اي دوله عربيه وبنشرف، بنلاقي الناس واقفه معانا وحوالينا وبتسالنا وفنانين وصور وحاجات دي. طب انت جايب سين وصاد وعبيد وعلي ومحمد و و واسماء كتيره جدا، دول مين؟ عملوا ايه؟ لو انت جايب حد عمل حاجة على راسي خلاص هسكت. ده مهرجان واحنا عايزين كل ما يشرف هذا البلد.
حاولت في مرة تكتب عن الموضوع، تلطش حد في الموضوع، تتواصل مع حد تقول له طب ليه أنا عاوز أعرف السبب مثلا ليه ولا مرة بتقولوا لي؟ عمري في حياتي ما كلمت حد ولا قلت لحد على حد إن ليه ما بتعزمنيش في مهرجان، ليه ما بتجيبنيش في مهرجان، لا 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 ماليش في الحكاية. أنا بمثل وأروح، مش دي قضيتي. عزمتني في مهرجان أهلا وسهلا، ما عزمتنيش خلاص أنت حر. شاركت بأكثر من 350 عمل، أنت راضي فقط عن 30% من الأعمال اللي شاركت فيها؟ معقول من 350 فقط 30% أنت مبسوط فيهم، الباقيين مشاركات فقط للمشاركات؟ لا، هو الإحصائية دي عن المسرح والفيديو والسينما وكل كل. أنت قلت ده، قلت لا الكلام لا ده أكتر طبعا. لا كتير. إيه كتير؟ إيه هو اللي كتير؟ أكتر من 350 بتقصد؟ لا إيه؟ لا أنا راضي عن أكتر من 30%. آه كتير. أكتر من التلتين أو التلات أرباع. تلات أرباع. الأغلب الأعمال اللي أنا مش راضي عنها يا إما سينمائية، لأن إحنا بدأنا في وقت كان في حاجة اسمها سينما المقاولات. أوكي. إيه وقتها؟ فالسينما المقاولات دي طبعًا أي أفلام، أي مواضيع، أي حاجة. وأنت كنت شارك فيها عشان الانتشار والانتشار. كنت صغير وعايز أنتشر أو أتعرف أو كده. لكن أغلب الأعمال الحمد لله أنا راضي عنها. تقصد من أي فترة؟ من أي فترة أكثر الأعمال بعيداً عن أعمال المقاولات وأفلام المقاولات؟ أنا من يوم ما اشتغلت وأنا بشتغل مع مخرجين كبار جداً. فما أقدرش أبقى مش راضي عن الأعمال اللي أنا اشتغلت معهم فيها. إنما هي فترة أعمال المقاولات دي هي بس. أنا عايز أقول حاجة بس أصحح معلومة. أحياناً الإخوة اللي بيكتبوا عننا موضوعات أو بيكلمني بالتليفون، فهو بيكتب بيختصر أو بيزود أو بيبالغ أو يا الله على اللطافة والرقي. شوف الرقي باختيار الكلمة بقى. هو بيبقى مزود مش واخد باله في الحتة دي. وصلت. إمتى أجرك بقى عليه القيمة؟ الأجر بتاعك صار أجر، نقول ده أجر كبير. لسه طبعا. لسه؟ آه. مع كل المشاركات دي طبعا. ليه بقى؟ ليه بقى؟ لأن في الأول والآخر أنا ببقى عايز، يعني بقرا الشغل، حابب العمل، حابب المخرج، حابب الممثلين، فببقى عايز أشتغل في الشغل ده. بيبقى عندي تصور ما إن أنا عايز أعمل حاجة جديدة هنا في الشغل ده. ما موضوع الفلوس ده ما بيشغلنيش قوي. لأن أنا طول عمري بتعامل بمنطق ده، أنا راجل موظف، يعني موظف دولة. هم اللي بيتعاملوا معاك بالشكل ده يعني؟ ده موضوع تاني بقى وجهات نظره. إنما أنا بتعامل على إن أنا عايز أعمل حاجة كويسة. أنا عايز أعمل حاجة للناس، فما بصدق بكلبش في حاجة. بس فما موضوع الأجر ده. إيه أعلى أجر أخدته؟ أنا أول أجر أخدته كان 1000 جنيه بالبداية. وآخر أجر؟ لسه ما اتفقناش عليه. قبل آخر أجر؟ لسه ما خدتش آخر شيء لقبله. ده واكلين عليك فلوس يا راجل. أنا بقولك إحنا بنمضي دلوقتي ونقعد نستنى 6-7 أشهر بعد المسلسل أما يخلص علشان ناخد بقية الأجزاء. بس سيدة زينب أنت خلصت المسلسل. سيدة زينب فاضل لي يوم. فاضل لك يوم. أنت بتجيب المعلومات دي منين؟ لا بجد. كان أعلى أجر؟ لا، سيدة زينب كان أجر يومي. كم في يوم؟ خلاص بقى خلي الطبقة مصورة الضرايب عارفة. أنا مالي ومال الضرايب. الضرايب عارفة. أصلا مش هيفيد الناس والله. والله مش هيفيد الناس. بس لأنه في فنانين هيبقى فرصة أكتر إن لما أجي أتفق مع حد تاني وأنا عندي رغبة إن أنا علي يقول لي ما أنت واخد في السيدة زينب وقلت على الملأ أهو. لا أنت ناوي تعلي. أتمنى بقى. ليه لا بتستاهلها. كمل معايا الجملة دي. هذا ما فكرت فيه بعدما احتفلت بعيد ميلادي 70. إيه اللي فكرت فيه؟ فكرت فيه إن أنا أقف شوية جنب ابني كريم. وإن أنا أبدأ أساعده شوية. وفكرت بقى إيه إن أنا يعني إيه مش أي شغل هشتغله. يعني أي شغل هيجيني هبدأ أعمل فلتر كده شوية. وأبدأ أهدي اللعبة شوية.
بيسمع مش منك أي شغل بيسمع منك النصيحة. ابنك كريم أعتقد بيسمع مني النصيحة. لا بيسمع النصيحة. أبناء الفنانين مظلومين معاهم سامي. مش كل أبناء الفنانين. ابنك مظلوم معاك جدا. ليه؟ أنا في هو بعد ما اتخرج من المعهد أنا اشتركت في النقابة، دخلت النقابة ومن لحظة دخول النقابة وأنا كان اهتمامي كلها بقى إيه نقابية وإن أنا شارك النقباء في سياساتهم والتشغيل والإعانات والمعاشات والحاجات دي. فهو يعني بعد شوية عن تفكيري في الحتة دي لأن أنا عشان ابني أقدمه الأولى أن أنا أقدم ولادي ولاد النقابة كمان فيبقى راجل فير يمشي الناس وثقت فيا. يعني انا في اول انتخابات ليا خدت اعلى الاصوات يعني بشكل كاسح فكانت الحكايه دي زي ما تقولي كده ايه يعني كانت الزام ليا وعهد بيني وبين ربنا ان انا اقف جنب الناس كلها فحاولت بقدر فاللي دفع الثمن يعني كريم الى حد كبير. سبت النقابة فترة كده بتاع وابتديت خلاص بقى أنا حر نفسي فابتديت أشتغل فالحكاية مشيت لقيت الطلب في فيلم ولقيت الطلب في مسلسل والطلب في مسلسل تاني فابتدى يشتغل وخلص فقلت لا يا واد بقى إيه خليك ساب النقابة. لقيت بقى إيه إن الدنيا برانا ابتدت تتغير شوية لصالح المهنة لصالح مهنة التمثيل إن يبقى التركيز شوية على الممثلين فقلت أرجع تاني وأشارك بقى إيه النقيب وشارك الأعضاء في المسؤولية دي. طيب للنقطة دي عودة مع حضرتك ولكن بعد هذا الفاصل. إنه الانفلات الحاصل في الوسط الفني هو سبب استقالتك من النقابة اللي قصدته تحديدا. احنا لقينا ان في تراجع بالنسبة للتشغيل لأعضاء النقابة وخريجي المعهد العالي في المسرحية ويهاجم حتى كريم الممثلين بعد استقالة والده بقت جمعية أهلية. فليه بقى هو قال كده؟ هو عشان بقى التركيز الأول للنقابة بقى على الإعانات والمعاشات والعلاج والحاجات دي كلها. موضوع التشغيل راح من إيدينا. هو طبعاً إحنا مش قضيتنا الأساسية التشغيل، إنما هي بقت الحكاية إيه؟ مكاتب كاستنج كتير جداً بتتعمل وبيرشحوا ممثلين وبيعملوا أوديشنات، مساعدين إخراج كتير جداً جداً، كل مخرج مع مخرج مساعد ما عندوش أغلبهم مش هقول كلهم يعني ما عندهمش مواهب في اختيار الممثلين هم اللي بيعملوا الاوديشن والحاجات دي كلها تمام. فالسوق والشاشه اتملت بنات واولاد ما لهمش علاقه لا خارجين معهد ولا اعضاء النقابه ولا فبقى عندنا مخالفات نقابيه بقى في انفلات في المهنه بقى في ناس موهوبه جدا ومن اعمار كتيره جدا واجيال مختلفه قاعده في البيت وناس ما نعرفهاش دكتور بيمثل مهندس بيمثل مش عارف ايه دي بتمثل يعني انفلات في انفلات حاولت تضبطه مش أنا الواحد والمجلس والمجلس والنقيب وبتاعه الحاجات دي ففي الحقيقة الدولة خدت بالها من الحكاية دي فابتدت هي كمان تساعدنا في هذا الموضوع وابتدى بقى إيه في مجموعة من التغيرات تساعدنا إحنا كنقابات على تخطي المشكلة دي. طيب تستقيل رئيس المجلس ما يتواصلش معك صح؟ تواصل معك؟ طبعا من أول يوم ولم تنقطع حتى وأنا مستقيل. أنت لأنه في إلك فيديو طالع متكلم بالصوت وبالصورة بتقول أنه ما كلمكش وربما يكون مشغول حتى بررت الموضوع قلت فيه أنه ربما يكون مشغول ده يمكن في الأسبوع الأول أو العشر أيام الأولانية كان بيديني فرصة أن أنا أفكر كده إنما هو اللي رجعني هو اللي خدني الأكاديمية واتكلمنا وقال لي في تغيرات هتحصل وكذا كذا 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 وكلمني قلت له أنا خلاص أنا معك من دلوقتي يمكن كان في الأسبوع الأول أكيد
هذا المنتج نصب علي ولم يعطيني فلوسي ومستحقاتي. من هو؟ الله يرحمه بقى، فمش هقول اسمه. توفى؟ اه. وراحوا الفلوس. خلاص عليه العوض يعني. بس طبعا انا حزنت اكتر على غيابه يعني. من الفلوس. طيب ايه رايك في الموقف اللي اخذته الفنانه رحمه حسن ضد المنتج اللي ما دفع لها بقيه اجره؟ دي الفنانه رحمه. انا عارفها كويس لان هي يعني مش عضو نقابه واي منتج بياخد لها تصريح. لو كان خد لها تصريح المنتج من الاول العمل وتقدمت بشكوى للنقابه، النقابه هتجيب لها فلوس وهتجيب لها حقها. حتى في هذه الحاله، حتى وهي مش واخده تصريح وتقدمت بشكوى للنقابه تجاه هذا المنتج، النقابه هتجيب لها حقها. ما هو في اللي بيزود المشاكل ايه؟ ان انا وانتي كمنتجه اتخانقنا وما خدتش بقيه حسابي، ابقى اروح مشهر في يعني تصفيه الحسابات خارج النقابه. اه تعالي اشتكي لنا، انت مش عضو نقابه وما بتاخديش تصريح ورافضه انك تيجي ورافضه انك تاخدي عضويه منتسبه، تعالي قدمي شكوى للنقابه واحنا وراكي لان انت بتمارسي المهنه. هنجيب لك حقك وهندفعك غرامتك وهنساعدك في ان انت تصححي وضعك. هي رافضه تاخد العضويه؟ هي ما بتجيش. هي مش عاوزه يعني؟ الله اعلم يعني. كلمناها اكتر من مره وتواصلنا معاها، مش في حاله زي دي لو هي عضوه بالضروره النقابه هتقوم، لكن انا اول مره اعرف منك المعلومه دي. تتقدم بشكوى للنقابه والنقابه قادره انها تحل لها مشكلتها مع المنتج ومشكلتها مع النقابه. على كل ننتقل علشان الوقت، انا بحاول على قد ما اقدر نستعجل شوي بالفقرات. هشوف انا وياك شخصيتين وحسألك سؤال وتختار شخصية واحدة من الموجودة معنا. جاهز؟ تفضل. يلا. سيصبح أهم كوميديان في المستقبل علي ربيع أكرم حسني؟ هما الاثنين طبعا دمهم خفيف جدا، وأنا بعمل فيلم لسه بكملش مع أكرم حسني، وعلي ربيع عملت معاه انتهيت من مسلسل. هما الاثنين لهم مستقبل كبير. لازم تختار شخصية واحدة. لازم اختار شخصية واحدة؟ شخصية واحدة هيبقى نجم يعني جامد في الكوميديا. بتشوف له مستقبل رائع، هيكون رقم واحد مثلا. ممكن ابرر بعد كده؟ ممكن. طيب اقول علي ربيع. ليه علي ربيع؟ علي ربيع تركيزه فقط في الكوميديا. علي ربيع فقط تركيزه في الكوميديا. اوكي، اكرم ممكن يكون اتجاهه لحاجه ثانيه بقى. اكرم عنده ابعاد ثانيه في طيب. شخصيته الفنيه. تمام، بص معايا على الصورتين دول، على الشخصيتين، ياسمين صبري ودينا الشربيني. مين منهم ستايلها او الابيرنس بتاعها ممكن يكون جذاب بالنسبه ليك؟ تحس انه حلوه على الشاشه كأنثى، عندها كاريزما على الشاشة بين الاثنين.
نفريحه شوية ونقول أحمد فتحي مدرسة نريح أنت مدرسة يلا تمام معاك. كنت بتمنى لو كملت في مشوارها حنان ترك حلا شيحة. تقول لو كملت حنان ترك. ليه اخترت حنان ترك؟ حنان ترك ممثلة جامدة جدا. أحسن من حلا؟ مش حكاية أحسن، حلا ما مثلتش كتير فمواهبها ما بنتش، إنما حنان ترك مثلت وعملت أدوار كتير جدا مختلفة، وأعتقد إن الساحة كانت تبقى مرحبة جدا بحنان ترك. تمام. أفضل فنان سوري ممثل في مصر نختار تيم حسن جمال سليمان. طبعا الاثنين يعني انا بحبهم جدا بشكل شخصي، لان انا اشتغلت مع تيم حسن في الملك فاروق وكان اول عمل في مصر وكسر الدنيا، واشتغلت مع الاستاذ جمال سليمان اكتر من عمل في مصر بس انا هقول اكتر على اللي انا اتعاملت، يعني انا خبرت او قربت اكتر من جمال سليمان فعرفت اللي جواه اكتر، يعني التركيبه اكتر. فجمال سليمان. جمال سليمان. اللي بعده، افضل مخرج ذو حس كوميدي معتز التوني او احمد الجندي. هو احنا لو جبنا الصورتين كده هيبقوا شخص واحد. يعني احنا لو جبنا الصورتين كده الاثنين يكادوا يكونوا شخص واحد يعني. اذا نختار من؟ معتز الجندي. لا بجد لازم نختار. طيب انا هقول حاجه، يعني انا داخل اللعبه الجزء الثالث، هقول معتز التوني. معتز التوني عشان داخل اللعبه الجزء الثالث. يا مصلحه. هطبل شويه. يا مصلحه. هطبل بقى شويه من حقي بقى. طبل زي ما انت عاوز. لا اقول لك ليه، انا اشتغلت مع الاثنين واحمد الجندي ابن اخونا الكبير واستاذنا محمود الجندي يعني. نعم. بس انا اشتغلت اكتر، يعني ايه برضه حكمي فيه خبره، ان اشتغلت اكتر مع معتز التوني. تمام. اخر شخصيتين، اخر صورتين معانا، افضل من قدم الكوميديا رغم انه ليس كوميديان، محمد رمضان، احمد السقا. احنا دلوقتي في مجال، انت بتساليني سؤال في مجال الكوميديا. صح، الكوميديا فقط. افضل من قدم الكوميديا، هو ملوش دعوه فيها كتير. لا حول، محمد رمضان. ليه؟ عشان شاركتوا مع بعض يعني؟ لا، وانا عملت مع رمضان فيلم واحد كان اسمه صعيدي رايح جاي، واشتغلت معاه في الجزء الاول من واحد صعيدي زيزينيا. سقى في الزينيا الجزء الاولاني، واشتغلت معاه فيلم الجزيره 2. لا، احمد ملك من ملوك الاله. لو هتساليني في الاكشن هقول لك احمد سقى. ايه بس بالكوميديا؟ في الكوميديا شويه فرق شويه. طيب احمد سقى ما عملش كوميديا. اوكي، عندي سؤالين نختم فيهم، هتجاوبني بنعم ام لا. نقابه الممثلين لا تستطيع حل المشاكل الرئيسيه لاعضائها، نعم ام لا؟ لا، بتحل. تستطيع طبعا. السقا أخطأ في عبارة السينما كان خلقها ضيق بعد 67. بص أنا ما شفتش المهرجان ولا بس أنا بحترم جدا وجهة النظر، حتى لو كانت مخالفة لوجهة نظري أنا أحترمها. وجهة نظرك إيه؟ وجهة نظره. نفس الوجه دي وجهة نظره. بسأل رأيك أنت. لا انت عايز انا اقول هو اخطا ولا لا؟ هو الراجل قال يعني حصل هجوم غير طبيعي على احمد من بعد اللي قالوا هذا التصريح، عاوز اعرف هو كان عنده الحق يقول ده ولا لا؟ ما انا مش فاهم يعني ايه بمعنى كلمه هو قال السينما خلقها ضيق بعد 67. ايه المعنى يعني؟ هل ما احنا بعد 67 السينما الانتاج قل جدا، ويمكن يكون يقصد هذا المعنى. يعني لا يستحق هذا الهجوم الكبير عليه. لا طبعا الراجل قال وجهة نظره. طيب يعني يا ريت نحترم بقى وجهات نظر بعض ونتناقش فيها. لو في ايدي
حقنع ابني يتخلى عن مجال السينما والتمثيل. لو في ايدي لا مش هقنعه. مش هتقنعه؟ سؤال اخير، ضايقت من الصفحه اللي حملت اسم مغاوري الفنان المعروف الى حد ما. بالعكس انا ضحكت جدا، يعني انا ضحكت جدا وبقول له ضحكت، وكانوا بيكتبوا حاجات للزعليه، بس انا كان عندي تحفظين عليها. التحفظ الاولاني ان هو كان احيانا يحط على لساني بعض الانتقادات لبعض الزملاء وده ما كانش حقيقي، وده ما كانش حقيقي لان هو بيحط دي مش صفحتي، فكنت بتضايق من الحكايه دي، لكن كنت بضحك على الجمله فنان معروف الى حد ما. الحاجه الثانيه، ليه انا ما بزعلش من معروف الى حد ما وقت ما هو عمل، يمكن عمله الصفحه دي من 10 سنين، لان انا قررت بعد التخرج ان انا اشتغل لمسرح الدوله واعمل اعمال مهمه جدا، وكنت بسيب القطاع الخاص في المسرح في عز ما كان القطاع الخاص ده بيقذف نجوم، وارجع تاني لمسرح الدوله اسيب ألوفات وارجع ل 30 جنيه في الشهر و 40 جنيه في الشهر حوافز علشان اعمل حاجه مفيده جدا للناس. فالميديا وقتها كانت الجرايد، كانت الصحافه والمجلات، ما كانتش في صفنا احنا لانها كانت بتجري ورا البريق، الراقصه فلانه، المطرب فلانه، الكوميديان فلان، احنا ما كناش عندنا بريق وقتها لاننا كنا على قدنا. بس انا سعيد جدا ان هو حتى بهذا اللقب انا فرحان. لو بيسمعك النهارده تقول له ايه؟ هو؟ قول له متشكر جدا، انت اسعدتني جدا، بس بلاش ال قول له ما تقولش حاجات على لساني انا ما قلتهاش. بس تمام. سامي مغاوري شكرا لحضورك معنا. انا اللي بشكرك جدا. انبسطت معايا؟ جدا. تمام، ده المطلوب. اشكرك. شكرا ليك، شكرا نورتنا، اهلا وسهلا بحضرتك. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم، ونلتقي في حلقه جديده من نص الكلام. الى